بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الزميلات والزملاء الأفاضل، يسعدني في البداية أن أتقدم. نجم تسمح نخليني نكمل الكلمة متاعي؟ تفضل اجلس. يسعدني في البداية أن أتقدم إلى كافة الشعب التونسي وإليكم السيدات والسادة نواب الشعب بأسعد التهاني وأجمل الأماني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة 2014، راجيا من الله تعالى أن تكون هذه السنة الجديدة طالعة خير وسلام وبركة، سنة عمل واجتهاد وإنجاز، وأن يحقق فيها شعبنا آماله وتطلعاته لمستقبل أفضل. على بركة الله وبعونه نفتتح اليوم الجمعة الثاني من ربيع الأول 1435 هجري الموافق للثالث من جانفي 2014 الجلسة العامة الخاصة بالشروع في مناقشة الدستور، والتي ستتواصل بحول الله على مدى الأيام القادمة للمصادقة على الدستور فصلاً فصلاً بالأغلبية المطلقة، ثم نختتم أعمالنا بالمصادقة عليه برمته بأغلبية الثلثين طبقاً لما ينص عليه القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية. نصل اليوم لساعة الحسم التي نتوج فيها مساراً طويلاً متعدد الحلقات، وفاء لتعهدنا وأداء للأمانة التي استودعنا شعبنا إياها في إنجاز دستور جديد للبلاد وتحقيقا لاستحقاقات ثورة الحرية والكرامة التي نعيش هذه الأيام ذكراها الثالثة. لقد عمل المجلس الوطني التأسيسي منذ انطلاق أشغاله في 22 نوفمبر 2011 على الوفاء بتعهداته في تحقيق أهداف الثورة، الوصول إلى دستور توافقي، دستور لكل التونسيات والتونسيين، يبني لدولة القانون والمؤسسات، يحفظ الحقوق والحريات، ويسون الكرامة، ويحقق العدالة، ويرسخ للديمقراطية. لقد انتهجنا منذ انطلاق أشغالنا الانفتاح على رؤية تشاركية ساهمت فيها كل القوى الوطنية من المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والمختصين، وحرصت اللجان التأسيسية على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات، ونظرت في كل ما تلقته من وثائق ومشاريع دساتير وردت عليها في جلسات عمل مكثفة وعلى مدى ساعات طويلة، واستأنست بعدد من دساتير البلدان الديمقراطية والعهود والمواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس، وأعطينا الفرصة لتنظيم حوار وطني شامل في الداخل ومع أبناء الجالية التونسية في الخارج. ومثل هذا الحوار الوطني الشامل فرصة لنقاشات ثرية وتعددية يرسخ لمشاركة فعالة لكافة المواطنين في إدارة الشأن العام دعماً لقيم المواطنة ولمبادئ الديمقراطية التشاركية. لقد عملنا على تحقيق التوافق والاستفادة من كل الخبرات والاستماع لمختلف الاقتراحات، وعرف نص الدستور تغييرات هامة وإثراء كبيرة
كبيرا منذ المسودة الأولى في 14 ديسمبر 2012 إلى المسودة الثانية في 22 أفريل 2013 إلى مشروع الدستور في غرة جوان 2013، والذي تم عرضه على الجلسة العامة للنقاش العام خلال شهر جويلية الفارط. وكلنا نعلم التطورات الخطيرة التي آل إليها وضع البلاد بعد العملية الإرهابية المجرمة والرصاصات الغادرة التي سقط ضحيتها زميلنا العزيز الشهيد الحاج محمد البراهمي الذي بدأ معنا هذه المسيرة. لقد خذنا تجربة صعبة في التعامل مع أوضاع تميزت بفقدان الثقة وظهور نوازع الانقسام والفرقة، ومثلت تلك الرصاصات الغادرة ضربة موجعة للمسار الانتقالي بأكمله، مثلما كانت تهدف إليه من قبل الرصاصات التي اغتالت الشهيد شكري بالعيد، والأعمال الإجرامية التي تصدت لها ولا تزال قواتنا الوطنية في الجيش والأمن، والتي خلفت شهداء أبطال سقطوا دفاعاً عن حوزة الوطن في ميدان الشرف والبطولة والفداء. تغمدهم الله جميعاً برحمته الواسعة. لقد عملت قوى الإرهاب على وضع ألغام كثيرة لتفجير المسار، وتسببت في أزمات كبيرة كادت تعصف بالبلاد إلى منزلق خطير، وزادت في تعكير الأوضاع وضاعفت من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، إضافة إلى تعقد الظرف الدولي والإقليمي في نفس الوقت. حضرات الزميلات والزملاء، لقد أثرت كل هذه الأحداث على نسق أعمالنا، وبلغ التوتر والاحتقان حداً كاد يودي بالفرقاء السياسيين إلى التصادم والعنف، ويدفع إلى البلاد إلى المجهول. فلم يكن من حل سوى قطع الطريق على المواجهة وإعادة الجسور بين الفرقاء وإحياء الحوار الوطني، ولم يكن لنا من هدف سوى استئناف المسار ومساندة القوى الخيرة التي سعت إلى تجاوز الأزمة وتقريب وجهات النظر وضبط خارطة طريق توفق بين ضرورة التغيير وشرعية التواصل. نستحضر هذا المسار الصعب، وأعرف أن هذه الكلمات ستقرأ بعد سنوات بغير ما نقرأها اليوم في فسحة من الضغوط الآنية وبعيداً عن كل تجاذب سياسي، وستقدر الأجيال القادمة كل خطوة قمنا بها جميعاً من أجل المصلحة الوطنية العليا. ونحن ندرك الآن بأكثر تجربة وخبرة أن عملية كتابة دستور توافقي وبهيئة تأسيسية منتخبة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة معبرة بحق عن إرادة الشعب كانت لحظة فارقة ومنعطفا تاريخيا سيؤسس لزمن ما بعد الثورة، وسيفتح أفقا جديدا لا لتونس فحسب بل لجميع الشعوب التواقة الحرية. إنها مرحلة دقيقة ومعقدة تتطلب التضحية والصبر وبعد الرؤية والكفاح من أجل تحقيق الأهداف السامية وبناء الأسس على قواعد صلبة، ويقينا ثابتا بأن هكذا مسار سيكون مستهدفا من قوى الثورة المضادة ومن مجموعات المصالح التي سيلحق بها أي مشروع وطني خسائر تقدرها هي بقدر المنافع التي كان يقدمها لها نظام الاستبداد والفساد. كتابة الدستور يقينا ليست مجرد كتابة نص قانوني أو مجموعة من القواعد الدستورية الجافة، بل هي تعبير قوي عن بناء جديد لمشروع وطني ينبع من مناهل فكر إصلاحي عميق ورصيد نضالي طويل ينخرط فيه كل التونسيات والتونسيين ويجدون فيه أنفسهم،
يجمع القيم والمبادئ التي تنبع من تاريخهم المجيد، ويعبر عن انفتاحهم ومشاركتهم الدائمة في منجزات الحضارة والتقدم والتعاون مع كل شعوب العالم. إننا اليوم نشيد مرحلة جديدة ونحن في مفتتح هذه السنة التي نرجو أن تكون مباركة على تونس والتونسيين جميعا، بعد أن تغلب صوت الحكمة والمصلحة الوطنية العليا والعزيمة الصادقة من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية من كل أبناء الوطن الذين جلسوا للحوار، وقد تقبلنا وتقبل الشعب التونسي بكل ارتياح وتفاؤل النتائج التوافقية التي توصل إليها الحوار الوطني تحت إشراف المنظمات الراعية. حضرات الزميلات والزملاء، لقد عملت لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي على التفاعل مع كل القوى الممثلة في المجلس لحصر النقاط الخلافية وتسويتها من خلال سلسلة من جلسات العمل المطولة، والتي بلغت 37 اجتماع منذ بدء أعمالها في نهاية شهر جوان 2013 ولغاية يوم 27 ديسمبر 2013، وقد أمكن تحصيل التوافق حول 52 نقطة مست التوطئة و29 فصلا. وحرصا على أن يشمل التوافق المسائل الخلافية القليلة المتبقية، فقد تم أمس تعديل القانون الداخلي للمجلس الوطني لتضمين لجنة التوافقات ضمن النظام الداخلي، واعتبار التوافقات المتوصل إليها ملزمة لكل الكتل بمختلف تياراتها السياسية والمجموعات الممثلة بها. وتحال نتائج أعمال لجنة التوافقات في مقترحات تعديل ممضاة من أعضاء لجنة التوافقات إلى المقرر العام للدستور ومساعديه لتعرض على الجلسة العامة للتصويت عليها. وقد عملت لجنة التوافقات في إطار رؤية توافقية وبروح عالية من المسؤولية الوطنية لرفع كل الهواجس والمخاوف بتعديل الصياغة وتدقيق بعض الأحكام، كما تمت الاستعانة بالخبراء والمختصين لتجويد الصياغة وتصويب اللغة. ونحن نعمل جاهدين في مع جميع الأطراف على الوفاء بالالتزام بتعهداتنا تجاه شعبنا على إنهاء المسارات التأسيسية والحكومية والانتخابية بتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حتى نحتفل مع شعبنا إن شاء الله يوم 14 جانفي 2014 بالمصادقة على الدستور وإعطاء الثقة للحكومة الجديدة وتوضيح الرؤية للمنعرج الأخير في هذا المسار الانتقالي الصعب لإنجاح الثورة التونسية والوصول بها إلى بر الأمان، وتحديد موعد الانتخابات القادمة بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإقراره في إطار قانون ملزم ووضع القانون الانتخابي. وقد عمل المجلس الوطني التأسيسي طوال المدة الفارطة بنسق مجهد ليلا نهارا، سواء على مستوى اللجان أو الجلسة العامة للمصادقة على القانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة للأمنيين، والمصادقة على قانون العدالة الانتقالية، والمصادقة على قانون المالية وميزانية الدولة، والمصادقة على تعديل القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتعديل النظام الداخلي، والعمل صلب لجنة التوافقات لتسوية المسائل الخلافية في الدستور، بالإضافة إلى دعم الحوار الوطني للوصول إلى الحلول المرضية وحل الأزمة السياسية في البلاد. وما زال أمام مجلسنا أعمال هامة تتطلب السهر حتى ساعات متأخرة من الليل ودون تعطل حتى في أيام الراحة الأسبوعية للوفاء بتعهداتنا.
إن شعبنا يتابع أعمالنا، والعمل الصادق سيثمر في النهاية خيراً وبركة ومستقبلاً واعداً للأجيال القادمة، وتحقيقاً لدولة الحرية والحق التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة. حفظ الله تونسنا العزيزة، وثقتنا كبيرة في شعبنا. نرجو أن نكون على طريق أداء الأمانة وطريق الوفاء لأرواح شهدائنا الأبرار ولتضحيات المناضلين والمناضلات خلال العقود السابقة. دامت تونس عزيزة منيعة، بلداً للأمن والسلام، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.